ده كل التحيه لكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واليوم مش عايز اقول لمشاهدي قناه النادي الاهلي فقط، عايز اقول لكل افراد الشعب المصري رساله مهمه جدا من الجميع. الجميع هنا داخل قلعه نادي الزمالك، رساله مهمه مضمونها علم مصر اللي ما بين علم النادي الاهلي وعلم نادي الزمالك. الجميع النهارده بيتسابق لتقديم رساله مضمونه الجميع في حب مصر. معي في هذه الاثناء عضو مجلس اداره نادي الزمالك الكابتن نهير الاحمر، واحده من الاعلاميات اللي دورها مهم جدا سواء مع نادي الزمالك او مع الرياضه المصريه، ايضا الاستاذ احمد خالد عضو مجلس اداره نادي الزمالك. كابتن نيره برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، وبقول عندك مسؤوليه تجاه الاعلام ومسؤوليه تجاه الرياضه المصريه، مسؤوليه تجاه نادي الزمالك ايضا كاحد قلاع الرياضه المصريه. زياره تاريخيه النهارده للنادي الاهلي في وجود او مجلس اداره النادي الزمالك بالكامل، مضمونها الجميع يتسابق في حب مصر. في البداية طبعا بنعزي أنفسنا وبنعزي طبعا كل الجماهير المصرية، مش جماهير النادي الأهلي بس. في وفاة طبعا المغفور له الوزير العمري فاروق، طبعا فقدنا واحد من القامات الرياضية الكبيرة على المستوى الإداري، طبعا ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. رسالة مهمة جدا جدا، يمكن كانت من بداية المجلس بصراحة احنا كنا في انتظار مجلس الأهلي، ولكن اللي حصل انه طبعا ظروف مرض الوزير العمري فاروق رحمه الله اتأخرت الزيارة، لكن زيارة مهمة واحنا سعداء جدا جدا. هي دي العلاقة الطبيعية، وهو التاريخ بيقول كده. عمر ما كانت الدنيا مش حلوة بين الناديين، لسه كنت بحكي لهم دايما يعني ان انا فاكرة ان وانا صغيرة سواء الزمالك خد بطولة افريقيا بنلاقي بوكيه ورد تاني يوم الصبح مبعوت من النادي الاهلي، والعكس صحيح. فدي العلاقة الطيبة اللي المفروض نبقى دايما شايفينها موجودة. في الآخر الناس دي كلها بتتجمع في منتخب مصر، فالحقيقة أنا سعيدة جدا جدا بالزيارة المحترمة دي، وبتمنى دايما إن شاء الله ترجع العلاقة وتفضل العلاقة زي ما هي، لأن ده الوضع الطبيعي. اللي حصل فيه بعض الفترات كان هو مش الطبيعي، لكن الحمد لله احنا في الوضع الطبيعي دلوقتي. ده دور مهم جدا بيقوم بيه مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، وإحساسه بالمسؤولية. الكابتن نهير الاحمر احساسها بالمسؤوليه تجاه الرياضه المصريه، تجاه الاعلام الرياضي المصري، رسائلك اللي تقوليها للجماهير وتقوليها للاعلام واحنا كافراد المنظومه الاعلاميه في مصر. والله انا معايا في الملف المحترم ده زميلي احمد خالد حسنين في التسويق طبعا والسوشيال ميديا، والسوشيال ميديا وما ادراك ما السوشيال ميديا، يعني هي بتخاطب كل الناس دلوقتي. الناس بقت ماسكه الموبايل اكتر ما تتفرج على التلفزيون، فطبعا راجل عنده فكر غير طبيعي. عندنا القناه وعندنا طبعا الهاد على الملف الاستاذ هاني شكري، بنتعلم منه كلنا بالتاكيد، حاجه اكيد محترمه جدا. انا اهم رساله حابه اقولها انه بجد ليله التعصب الرياضي دي اهم رساله كلنا كده مع بعض بنحاول نوصلها طول الوقت، انه بجد ما فيش حاجه مستاهله ان احنا طول الوقت نبقى متعصبين، وهناك بعض المشاحنات وهناك بعض التعصب. الدنيا بسيطه قوي يا جماعه، احنا عايزين نفهم بس ان الرياضه دي بتندرج تحت بند ترفيهي. تخيل كل اللي احنا فيه ده، والرياضه بتندرج بجد تحت بند ترفيهي. فالدنيا بسيطه جدا، ويا رب دايما تبقى العلاقه دايما طيبه ما بيننا. يعني بشكرك يا كابتن نهيره، وعايز اروح للكابتن الاستاذ احمد خالد، واعتقد برضه هستغل وجودك معانا يعني هنأجل شويه الذهاب دلوقتي. استاذ احمد، نبني ازاي على اللي جاي؟ والمسؤوليه اعتقد صعبه، نبني على ده ازاي للفتره اللي جايه؟ نبني عليه ان احنا الاول برحب بيك وبرحب بمجلس اداره النادي الاهلي، وفي زياره زي ما بيتقال كده فعلا هي زياره تاريخيه، او رجعنا للتاريخ اللي ما بيننا دايما اللي هو الاحترام والود والادب والمتبادل ما بيننا، لان في الاول والاخر دي رياضه واحنا بنتنافس فيها، كل واحد بيدور على مصلحه ناديه، كل واحد نفسه ان هو يكسب، بس بالاحترام المتبادل ما بيننا. نبني على ده ازاي؟ ان احنا دايما نفضل محافظين على ده، دايما حاطين هدفنا الاساسي ان العلاقات تكون محترمه ما بيننا، وكل واحد يموت نفسه على ناديه في حدود واطار الادب والاحترام، ونخرج بره من الملعب زي ما تربينا وشفنا من واحنا صغيرين، زي ما نيره كانت بتقول ان احنا خلاص المنافسه دي في اطار الملعب، خرجنا بره الملعب يبقى خلاص الموضوع خلص ورجعنا تاني اصحاب، لان كلنا اصحاب سواء انا صديقي اهلاوي او صديقي زملكاوي، وبنرجع المشاحنات دي والهزار دي بتبقى بشكل هزار، عمرها ما خرجت عن شكل الهزار ده غير في الفتره اللي فاتت دي، ومش مصلحه حد خالص، ولا مصلحتنا ولا مصلحه النادي الاهلي ولا مصلحه الانديه كلها، بل بالعكس بتضرنا ككل. والرياضه سواء اهلي زمالك جميع الانديه موجوده، هي المفروض ان هي بتخدم على منتخبنا وعلى بلدنا، فلو بصينا كده هنلاقي جميع الاطراف مضروره لو احنا ما حافظناش على العلاقه دي وعلى الشكل ده
ده وعلى الإطار اللي المفروض الرياضة تبقى موجودة عليه. اللي جاي دور علينا كلنا وعلى الإعلام وعلى الأندية وعلى الإدارات وعلى اللعيبة وعلى الأجهزة وعلى كل الناس إنها تفضل محافظة على ده، ونفضل محافظين على الصورة دي، وإن إحنا دايما بنعمل لمصلحة نادينا ولمصلحة منتخبنا في اللي جاي إن شاء الله أحسن بإذن الله. كابتن نيرة، عايز أقف معاك. تربيت في بيت هنقول في أساطير، كابتن مصطفى الأحمر، أحمد الأحمر، ست الكل طبعا يا ربنا يديها الصحة. أعتقد حسيتي بالمسؤولية وجود الكابتن الخطيب بقيمته بأسطورته، واحد من أساطير الرياضة المصرية، وكلامه النهاردة الكابتن حسين لبيبو أيضا وكلامه، أعتقد كلام كرياضية بيشيلك مسؤولية إلى جانب وجودك كعضو مجلس إدارة في نادي الزمالك، مسؤولية تجاه الدولة المصرية. طبعا كابتن الخطيب اكيد اسطوره كبيره، رمز كبير من رموز الرياضه المصريه. كابتن حسين لبيب نفس الحكايه، قامات رياضيه كبيره واداريه كبيره جدا جدا. اتربينا على اننا في حاجه اسمها الرموز، مش هينفع ان احنا طول الوقت نبقى بنغلط في رموزنا او يبقى عندنا مشاكل مع رموزنا. رموزنا رموز مصريه في الاخر. انا بعتز برموزي الزملكاويه، وحضرتك اهلاوي بتعتز برموزك الاهلاويه، وده طبيعي جدا جدا. وكلنا بقى بيننا وبين بعض الرموز دي، بينها وبين بعض احترام متبادل. اتربينا على كده، واتربينا انه لازم نحترم الرموز ولازم نحترم الكبار ولازم نحترم زي الاصول كده. هذه الاصول، يعني انا مش بقول حاجه جديده او حاجه لسه بنعرفها جديد، هي دي الاصول، هي دي التربيه اللي تربيناها وعرفناها، انه ما فيش حاجه اسمها التعصب الشديد ده. أنا طول الوقت أصحابي وأصحاب إخواتي وأصحاب بابايا كلهم الأهلوية، يعني إحنا أقرب ناس لينا ناس من النادي الأهلي. ما فيش الدنيا دي، عايز أقولك لما بتروح المنتخبات بتلاقي لعيب الأهلي قاعد مع لعيب الزمالك، ما فيش خالص الأفكار دي. عايز أقطعك، الكابتن أحمد الأحمر أثناء تتويج نادي الزمالك ببطولة أفريقيا في صالة النادي الأهلي شكر الجمهور، شكر إدارة النادي الأهلي، وكانت رسالة مهمة جدا، ومسؤوليته ومسؤوليته تجاه الرياضة المصرية. كلنا شكرنا النادي الأهلي في البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس، لأنه كان حقيقي استقبال محترم جدا جدا، واستقبلونا إحنا الزملكاوية كمان استقبال اكتر من انهم الناس الاهلاويه اللي جوه النادي. كان في استقبال محترم جدا زي ما احنا بنستقبلكم النهارده. لو خدت بالك هتلاقي انه كان الامن حريص جدا جدا انه يدخل مجلس اداره الاهلي الاول وكابتن الخطيب الاول، مجلس الزمالك كله كان مستني بره، اخر واحد دخل مي عاطف، كان حريص جدا على ده، لانه ده بالنسبه لنا اهم حاجه. احنا انتوا في بيتنا، الطبيعي ان انا اهم حاجه عندي ان احنا نبقى بنأمنكم بشكل كويس جدا، وان اهم حاجه سلامتكم. ففعلا مجلس الامن كان مركز جدا انه يدخل مجلس الاهلي الاول، وكابتن حسين اخر حد دخل بمي، كان خايف على مي فدخل بمي، فده الطبيعي وده الشكل الجميل والروح الرياضيه الحلوه ولا التعصب الرياضي بالتاكيد. انا بشكر حضرتك يا استاذ احمد، انا بشكرك، واعتقد الرساله بدايه ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك اللي هتكون في المملكه العربيه السعوديه، اعتقد ننقل صوره مميزه عن الرياضه المصريه في المملكه العربيه السعوديه. طبعا انا بتمنى وبطالب كل الجماهير الزملكاويه قبل الاهلاويه، يا جماعه احنا رايحين نصدر صوره عظيمه للرياضه المصريه في السعوديه، وهي دوله شقيقه، الطبيعي ان احنا نصدر صوره حلوه جدا جدا، ما فيش تعصب رياضي. احنا فرحانين ان الجماهير اللي هم بالنسبه لهم ان البطوله بتقام في السعوديه ده عيد بالنسبه لهم، عيد، فالمغتربين هناك لما يروح يحضر ماتش للنادي المحبب الى قلبه يعني، فده بالنسبه له عيد يعني. فبتمنى ان بس الدنيا تبقى لطيفه وما فيش تعصب رياضي، ونصدر صوره حلوه يعني. كابتن احمد، الرساله الاخيره اللي تقولها لجماهير الاهلي وجماهير الزمالك قبل هذه المواجهه ايه؟ انا مش هزود اكتر من اللي قالته نيره دلوقتي وكنا بنتكلم عليه، ان هو عايزين نكمل نفس الصوره اللي بديناها دي، ونفس الخطوه الكبيره اللي احنا اخذناها، ومنافسه شديده، كل واحد عايز فرقته ان هي تكسب، ده الحقيقي وده اللي مطلوب، بس عايزين نظهر بشكل يليق بينا كدوله مصريه، لان احنا هنكون خارج البلاد، ونتمنى ان هي تكون منافسه شريفه محترمه، ونطلع احنا الاثنين كسبانين منها ان شاء الله. أستاذ أحمد، ونتمنى التوفيق للرياضة المصرية عموما بإذن الله خلال الفترة القادمة. شكر جدا ليك، وتشرفنا بيكوا جدا، شكر جدا. أعزائي مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع الكابتن نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والأستاذ أحمد خالد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. الجميع النهارده بيوجه رسالة معنا الأهلي والزمالك في حب مصر، أعتقد رسالة مضمونة كتير تكون البداية من مباراة الأهلي والزمالك اللي هتقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة بإذن الله. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو.